عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ هاد النهار هذا جيتكم بواحد الفيديو جديد وسبيسيال كيف العاده. هاد النهار هذا عندي واحد الفرحه اللي كبيره كبيره بزاف بزاف، بغيت نشاركها معكم. و واش غنقول لكم؟ واحد الفرحه اللي شحال هذه وانا كنتسناها بفارغ الصبر بفارغ الصبر بفارغ الصبر. وهاد النهار هذا يلاه كتب باش نشاركها معكم ونقولها لكم حتى نتوما تعرفوها وتباركوا لينا ان شاء الله يا ربي. ولكن ما غاديش نقولها لكم دابا في الاول، خليكم معايا وخليكم في الفيديو ديالي. المهم دابا يلاه يلاه واحد تكون اصلا شوف تكون واحد هادي الوحده ديال النهار. فقت في الصباح، حنايا كنفيقوا مع 9 ديال الصباح، كلشي كيفيق. بابا دير لنا واحد السيستم نعاس مع 12 الليل بحال هكاك، كلشي ناس. 9 الصباح كلشي يفيق، يعني ما عندناش داك نفيق نصبحوا خامرين هذاك الشيء. بحركه نقضيو شغالاتنا، بحركه نقضيو بزاف ديال الحوايج، كيبقى لنا الوقت في يدينا وكيبقى النهار كامل في يدينا. داك الشيء علاش قضيت شغالاتي، فطرت، قضيت المسائل كلها، وجلست دابا باش نهضر معاكم. وبان لي واحد البلان غادي نطلع حتى السطح، نشوف حتى هو نستيكلو على الحاله. راه تكرفص الصراحه، كنديروا فيه هكا الفيديوهات وكنصوبوا فيه، ولكن ما كان ملي كنساليو كنضربوا له تسيقه خفيفه. وهذا النهار هذا غادي نطلع السطح وندير معكم الروتين ديالو وداك الشيء، حيت داك الغرس خل داك التراب وداك الشيء كيبقى تما مرغن، ما كيعجبنيش انا داك المنظر هذاك. غادي نطلع انا وبابا وخوتي داك الشيء باش نقادو داك المسائل هادوك. النظافه ضروري، النظافه باش كترتاح نفسيا ملي كتشوف شي حاجه قدامك اللي نقيقيه وزوينه. ملي كنطلعوا السطاح ونديروا شي بليلات اتاي، كنطلعوا له صراحه نهاريا نهار لا، كنطلعوا له نهاريا نهار لا، كنفوجوا شويه في السطح وصافي. كتشوف الدنيا حداك نقيه، راه ضروري كتكون واحد الراحه نفسيه بوحديتها. غادي نطلع انا وبابا باش نقادوه، وغادي يشارك معكم حتى هو واحد الفيديو ديالو فلاشين ديالو اسره مغربيه. وبالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش لاشين بابا اسره مغربيه بالعربيه ماشي بالفرنسي، ودير فيها رايه المغرب. هذيك هي لاشين ديالو، دخلو حتى هو عنده صراحه كيدير مجهوده كيدير المجهود ديالو باش تطلع ليه لاشين. ان شاء الله حتى نتوما تدعموه وتوقفوا معاه، علاش لا؟ حتى هو بحال خوكم بحال باكم، يعني راه هو السند. وحتى الوالده ديالي ما نساهاش، حتى هي صراحه كتكافح وكدير بزاف ديال الحوايج زوينين على قبلنا انا وخوتي. يعني بجوجهم والديا عزازين عليا وعندهم واحد القيمه عندي كبيره كبيره بزاف. وفلي هذا الغزاله ديالي غادي نطلعوا للسطح، وغادي تشاركوا معايا الاجواء، وغادي تسناو الخبر الخبر المفرح والزوين زوين زوين بزاف، وتعرفوا تعرفوا الفرحه ديالي هاد النهار هذا. غادي نشاركها معكم، ويلاه معايا وخليكم معايا في هذا الفيديو. ما تمشيو فين، عندي لكم واحد الخبر روعه روعه، يا سلام. خليكم معايا. المهم خوتي حطيت الكاميرا هنايا باش ما نبقاش نتزعزع عليكم بزاف بزاف. ها هو خويا جالس كيلعب، السلك هذا محمقني فوق ما كنبغي ندوز ولا شي حاجه كيبقاي وحل لي هنايا، شحال من مره تاكلت به. المهم هاد السطح هذا انا غادي نقادو، وبغيت نقول لكم على السوربريز اللي بغيت نقول لكم عليها، هي انه كلشي كيعرف خالتي كوثر، عندي خوالاتي وعزازين عليا، ومن ضمنهم خالتي كوثر اللي عزيزه عليا بزاف بزاف وكثر من القياس اللي كنقول لكم عليها ديما، وكنجبدها في الفيديوهات ديالي كاملين كاملين. وهي الحمد لله كانت حامله، و يعني من بعد راها الحمد لله دابا ولدات. وهي بحكم انها في الغربه وما يمكن لها لا دير لها اسبوع لا حتى شي حاجه، وهذا الوباء هذا هما راه حلوا لهم، يعني ما بقاش عندهم حل الصحن. فرحت ليها بزاف بزاف صراحه، فرحت ليها من كل قلبي، حيت كنشوف فيها واحد الانسانه اللي ظريفه ظريفه بزاف، وكنبغيوها حنا كاملين خوتي. كانت كتونسنا، كانت كتعمر علينا الدار، ولكن دوماج مشات، وربي يسهل عليها الحمد لله ويسخر ليها في وليداتها. عندها جوج وليدات تويميين هاجر وسحار، الله يخليهم ليها. وعندها رزان صغيره،
عندها رزان وزادت هاد الوليد هذا سماتو كينان الياس. كينان الياس هي كانت باغا كينان وباسيدي كان باغي الياس، يعني دارت الخطر حتى لباسيدي. شوف شوف الحاله كيفاش داير، يعني دارت الخطر لباسيدي في نفس الوقت. وعجبني الحال، عجبتني السميه، عجبني صراحه غزال غزال كيحمق ما شاء الله، خمسه وخمامس عليه. اللي تربى في عزها، هادشي اللي كنتمنى ليها يا ربي، و الله يسهل عليها هي وليداتها. وهما ولادها دابا ما عايشينش معاها، راهم مع ميمه ديالي، كيتربوا معاها دابا، يعني ميمه اللي مقابلاهم. وحتى انا قابلتني الصراحه في الصغر ديالي، قابلتني و تهلات فيا. كنا كنمشيو عندها العربيه ساعه ساعه، كنوليو نجيو للمدينه، يعني كنت يعني بنت البلاد انا، راه والله العظيم الا بنت البلاد. شحال من مره بقيت في العربيه، شحال من مره عادي، و كنتولف مع الوضع. هادشي اللي بغيت نقول لكم، ونتمنى يا ربي نتوما تدعيو ليها بالذريه الصالحه، وداكشي اللي كتمناه حتى هي تعذبات وقاصات بزاف مع الوليدات وداكشي. والحمد لله ربي حن عليها. وتنتوما اللي مازال ما كتبتش ليها سيدي ربي، الله يسهل عليها. هادشي باش نقول لكم، والله يسهل عليها. شاتي ما كان دابا الهضره ما كتبغيش تخرج لي، كيجي واحد ارتباك بحال اللي راني في الكوميساريه. الله يسهل عليكم كاملين وحده بوحده، واللي حامله الله يوفق حالها على خير. البنات تكون بحالي حتى هي في العشيه، ملي كدير داك الست العشيه السبعه كاع كطلع تاهي السطح وتبرد مع راسها بحال كتحرك الهواء في العشيه، كيولي واحد لومبيونس زوينه. كنطلع انا وخوتي وبابا وماما، كنطلعوا كنشد داك الطبيله، ما واش تبان لكم ولا لا، اللي فوق السطح كنشدها وكنديروا فوقها اتاي. ومهم الكاطو اللي كان عندنا في الدار وكنجلسوا تنجمعوا عليه صافي. دابا مازال الحال بلاتي شويه، وعاد ندير هاد القضيه اللي قلت لكم، حيت فاش كنقضوا ما كنلقى فين نخرج كندير هاد القضيه هذه. وصراحه كيعجبني الحال حيت كتفوج علينا واحد شويه، مره مره زعما ماشي يوميا، واحد ثلاثه المرات في السيمانه بحال هكاك. والفير ديالنا حتى هو كيبقى يحمقز. لبستي مقبلون عليه لبس الشورت، لبس الشورت شوفوا الغزيبول ديالي، الكتكوت ديالي، المهم رجيله صافا الحمد لله، حيت المره اللي فاتت كنت تضرب، ولكن دابا مزيانه. وخليكم معايا يا ربي. سيدي عييت صراحة، عييت سطح كبير وكيعي بزاف. كنت سيقتو ولكن دابا وليت عاوتاني لقيتو توسخ بصح، كيعي كتر من القياس. المهم انا يلاه مبغيتش نطول عليكم بزاف بزاف، انا يلاه ساليتو دابا. ومازال الحال تغديت طلعت سيقتو معاك، تكون عاد كليتي وطلعتي ضربت تمارة صعيبة صراحة، ولكن ماشي مشكل. المهم فاش نجلسو في شي بلاصه اللي تكون
مرتاح فيها وبزاف ديال الحوايج. جي عندي اخويا، جي عندي اجي ادم امين. عرفتي شكون هذا؟ هو الحبيب ديال هذا، هو النور ديال عينيا، حيت حيت واحد المشاغب عندنا في الدار. النور ديالك هز الخشبه هذيك، قال لك النور ديالك هز داك الخشبه هذيك. هو باسل صراحه، باسل وما كيرصاش، اللي لقاها كيهرسها، اللي لقاها كيلوحها من البنكو. شحال من حاجه ضيعني انا فيها، ولكن واخا هكاك راه يهزها. ولكن واخا هكاك راه خويا عزيز عليا، كاملين خوتي كاملين بدون استثناء، حيت نفس اللحم نفس كل شيء. كنحمق عليهم، الله يخليهم ليا، تنتوما الله يخلي لكم خوتكم. والله الا نعمه بالله، شتي الخوت نعمه، هذه اللي هزها. يعني فاش يكبروا ما ينساوكش، ما يدوزوكش بزاف ديال الحوايج، وهادشي اللي كاين. هذه هي، هذا هو الثالث الفيديو. نتمنى يا ربي يعجبكم ويكون في المستوى ان شاء الله. واللي دخل عندي ما ينساش يتابونا معايا، ما غاديش تخسروا والو. تابوناو معايا وفعلوا الجرس وديروا لي جيم وشي كومونتير زوين. كنقرا لي كومونتير ديالكم كاملين، كندير لكم قليبات حيت كيعجبوني. والشمس كيعجبوني صراحه بزاف. كنرتاح ملي كنسمع الناس كيهضروا عليا وكيبغيوني من كل قلبهم، واخا نكون انا ما كنعرفهمش. وانا كنبغيكم في الله، يعني كيكون واحد ملي كنشوف هكا كومونتير ديالكم زوين، يعني كتحبوني وكتخليو فيا واحد الطاقه باش نزيد ندير معاكم هكا فيديوهات. وشكرا لكم بزاف، وبسلامه عليكم، ونتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله. وما تنساوش تباركوا لخالتي كوثر، لانها فرحانه بزاف، والحمد لله على سلامتها. هادشي اللي كنت كنتمنى لها غير الصوره مكموله، سواء بنت ولا ولد ما كيهمش، غير الصوره مكموله وهادشي اللي كاين. وتا هي تفك على خير الحمد لله، كلشي داز بخير. يعني انا شنقول لكم، في الاول كنت ناسه، في الليل ولدت هي في الليل، كنت ناسه، فقت، بقيتها مصونية عليا، قلت لي راني ولدت. تفاجات والله، حيت ما كانت تولد دابا، كانت تولد حتى شهر 7. انا تفاجات وعجبني الحال في نفس الوقت، لانني كنت كنتسنى هذا النهار هذا بفارغ الصبر، وفرحت ليها، فرحت ليها بزاف. وتنتم بغيتكم تفرحوا معايا، وكنبغيكم بزاف، وبسلامه عليكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. والشمس قتلتني، 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 نوض دابا. باي باي.